العمل استعراضي للأطفال يحث على الموهبة وإشادة بالموهبة. أن البنت اللي في المسرحية اللي هي فرح الصراف تتكلم عن موهبتها في العزف والغنى، واليوم إحنا كموهبة شلون نتعامل مع المشاكل في المحيط اللي معانا. فمسرحية جود نايت مسرحية هادفة، مسرحية للأطفال والكبار بنفس الوقت، مقتبسة من فيلم كوكو، ولكن مقتبس كشكل وليس قصة أو إخراج أو أي كان. أشكر هيئة الكتاب على هذه الفرصة، وأشكر مهرجان الشارجة الغرائي للأطفال أن اليوم بعد سنتين من الغياب إحنا مسرح الطفل في الكويت، اليوم رجعنا في الإكسبو بتباعد اجتماعي والفنانين كلهم مستمتعين أن اليوم إحنا شفنا حبايبنا الأطفال بعد سنتين من الغياب. والحمد لله أن قدرنا نقدم لكم هذه الوجبة الخفيفة للأطفال بوسط سينغرافية جميلة، بوسط دعم من الجمهور الجميل، ونجاح كبير.